ينبغي على هؤلاء المعلمين كما قلنا والمشرفين والمشرفات على النوادي والكتاتيب والمدارس القرآنية والأئمة في المساجد وغيرهم، ينبغي عليهم أن يكون هذا الأمر حاضرا في أذهانهم وفي عقولهم وفي مشاعرهم، أن هناك صراع الآن، هناك تمزق. هذا الصراع أدى إلى تمزق في الهوية، إلى ضعف، إلى خلخلة في مستويات وفي مكونات هذه الهوية، تختلف من منطقة إلى أخرى ربما، أو من وقت أو من زمن إلى آخر، ولكن الآن هذه الخلخلة أصبحت واضحة، أصبحت ظاهرة. حينما نستحضر أننا في 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 في, في تدافع وفي صراع مع مشروع تغريبي، مع مشروع يسعى إلى مسخ هذا الشعب وإلى سلخه عن دينه، عن تاريخه، عن انتمائه الحضاري العربي الإسلامي، يسعى إلى أن تصبح اللغة العربية في هذا الوطن لغة غريبة، لغة يستحى من إعلانها، لغة يستحى من إظهارها، من الحديث بها، من الفخر بها، من الاعتزاز بها. هذا الأمر ينبغي الآن، ينبغي على الرعب كما يقال أن يغير مواقعه. الآن اللغة العربية في بلدها عزيزة حرة وليست دخيلة ضرة كما كان يشير الشيخ الإبراهيمي رحمة الله عليه. الإسلام في بلده وبين أهله والمؤمنين به، علاقتنا بإخواننا مشرقا ومغربا علاقة ولاء ومحبة ونصرة وتعاطف وسند ودعم لقضاياهم ودفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فيهم،